ننتقل إلى مخيم ماري الياس للاجئين الفلسطينيين بلبنان، ومنرحب بغادة عثمان، وبينضم لنا كمان عبر سكايب إبراهيم العفنان من مخيم الدلهمية للاجئين السوريين بلبنان. مرحبا غادة ومرحبا إبراهيم. أهلا. مرحبا، أهلا فيك. غادة، بداية شو يعني الإنسان يكون لاجئ؟ الإنسان إنه يكون لاجئ يعني محروم من عدة حقوق، محروم من حقوق المدنية، محروم من حقوق الإنسانية إذا بدك تقولي. لاجئ بيعيش تحت ظروف صعبة كتير وقاسية جداً، من ممارسة العنصرية، ممارسة التمييز العنصري، من نعم، هجر حقوقه أو طمس حقوقه، من أشياء كتير بيعيشها اللاجئ الفلسطيني. نعم. إبراهيم، سمعت غادة شو عم بتقول وهي لاجئة فلسطينية بلبنان، حضرتك لاجئ سوري، قد ايه نعم. واقعك مشابه للواقع اللي حكيت عنه غادة؟ بالنسبة للجوء، كلمة لجوء بتحمل كثير من المعاني، كثير. بتبلش من البعد عن الوطن أول شيء، وبتنتهي بصحراء قاحلة بعد اللجوء. بيواجه فيها اللاجئ يعني كثير أشياء، بتبلش من العنصرية، من اللاإنسانية. نعم. صعب الكلام إنه يعبر عن موضوع كلمة لاجئ، فكل شيء في مأساة بالعالم بتكون بهالشخص هذا. نعم. تحت مسمى لاجئ. تابعتوا معنا التقرير وشفتوا كيف هالفتيات ما استسلموا وما رضخوا للظروف المفروض عليهم. غادة، سؤالنا نعم. لإلك، هل أنت استسلمتي؟ أكيد لا، ما بستسلم، أكيد لا. وصعب نستسلم، نحن كشعب اضطهد، صعب نستسلم. يمكن هذا الشيء عم بيقوي من عزيمتنا، عم بيقوي من إرادتنا. نعم. إبراهيم، بتحس بلحظات انه انت بدك تستسلم، منك قادر تواجه بقى الظروف؟ أكيد لا، أنا بمجرد إني أقول إني استسلمت فعم كون عم بيع وطني، عم بيع الشيء اللي بنتمي إله. فنحن برغم المأساة وبرغم العذاب يلي عم نعيشه، في حتى للعذاب بنعمل معنى حلو. نعم. غادة، شو اللي عم تعمليه لتواجهي الظروف اللي انفرضت عليك؟ عم جرب اثبت حالي اول شيء كلاجئة بمخيمات الشتات في لبنان، عم جرب كون على الارض، عم جرب وصل صورة حلوة عن اللاجئ الفلسطيني بلبنان، نتصدى للتمييز العنصري اللي عم نتعرض له، عم جرب ادعم الشباب اللي عم بيقدر، يعني اللي عم بيجرب يوصل لشيء معين هو نعم. حاطط هدف براسه، ونحن حابين حتى نوصل انه الشباب الفلسطيني شباب مثقف، شباب واعي، شباب متمسك بالقضية نعم. الفلسطينية. إبراهيم، شو اللي بخليك تكون قوي اليوم بالرغم من كل شيء عايشه؟ هلا بالرغم من نحن بالنسبة لوضعنا، نحن بنعتبر انه عايشين بعاصفة، عم نعيشها كل يوم بيومه، كيف ما اجت العاصفة. فنحن عم نحاول انه نكون لا نظرتنا لقدام، انه نكون عم نعمل شيء لقدام، اذا بيوم من الايام صارت لنا رجعة على الوطن، نقدر نرجع على الوطن، نقدر نعمل شيء للوطن، إن شاء نكون الله. يعني عنا يعني يكون عنا شيء نقدمه للوطن بعد ما نرجع. نعم. غادة وإبراهيم، أنتو تنيناتكم لاجئين على الأراضي اللبنانية، وكلنا بنعرف اليوم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بيقطع فيها لبنان حالياً وسط انتشار فيروس كورونا كمان، وأكيد هالظروف عم تكون عليكم أصعب كلاجئين. قد إيه تأثرتوا أنتو بهذا الوضع إبراهيم؟ هلا بالنسبة لكورونا، بنبلش من كورونا أول شيء. كمخيمات بزحلة عملنا اجتماع وحطينا أسس، وإنه بنمشي عليها كرمال موضوع الحجر الصحي بالإمكانيات الموجودة. نعم. فبالنسبة بالنسبة للوضع الاقتصادي هلا، يعني الوضع اللاجئ السوري بلبنان بكورونا يعني وضعه صار مأساوي جدا. فاليوم المخيمات بلبنان تحديدا على الوضع الاقتصادي تقريبا يعني عاملين مثل القنبله الموقوته، ما بتعرفي امتى يعني بيصير التصرفات، يعني
غريبة، بيصير تصرفات يعني نحن ما بنتمناها. يعني الإنسان وقت بيشوف أولاده ووقت بيشوف عيلته عم تجوع. ما عندهم حق ربطة خبز، نعم فهون المأساة الحقيقية بتبلش. صحيح. غادة، انتو قد تأثرتوا بهذا الوضع كمخيمات فلسطينية بلبنان؟ نحن ما كتير بنختلف عن اللاجئين السوريين بالمخيمات بلبنان، كمان وضعنا منه كتير أفضل منهم، لأن المساعدات كتير محدودة عنا، الإمكانيات كتير محدودة عنا، وخصوصا كنا قبل بفترة عم نتعرض لإجازة عمل كمان. هذا أغلب الشباب الفلسطيني كان قاعد بلا عمل من قبل جائحة كورونا، ففتنا على جائحة كورونا الوضع كان زيد مأساوي أكثر. صحيح. كنا عم نجرب نشوف شو فينا نعمل نقدر نساعد أهالينا بالمخيمات، من مواد غذائية، من مواد تعقيمية، من أي يعني أبسط الأمور تخلي الإنسان عايش على وجه الأرض. نعم. يعني تخيل كنا عم نلجأ لأمور بس نقدر نعيش يوم بيومنا. للأسف. نعم إبراهيم وغادة، كلنا بنعرف إنه ما حدا بيقدر يحس مزبوط بالمعاناة اللي عم تحكوا فيها، وما حدا بيقدر يحس بمعاناة غيره إلا شخص اللي عم بعيش نفس المعاناة. وبما إنه بعد يومين بصادف يوم اللاجئ العالمي، غادة اللاجئة الفلسطينية بلبنان، كيف بتحس بإبراهيم اللاجئ السوري بلبنان وشو بتقولي له؟ اللي بدي أقوله لإبراهيم ولأي لاجئ سوري بلبنان، نحن لاجئين مثل بعض، المعاناة وحدة، المأساة وحدة، الإحساس متبادل عنا. يمكن قطعنا بظروف شبيهة، بظروف قاسية علينا، بظروف حطتنا بموقع بالحرب مش حدتكم. لبقلنا ومش نعم لقلنا. الحرب حدتنا. الشيء الوحيد اللي بحسه انه بيختلف شوي اللاجئ السوري عن اللاجئ الفلسطيني، انه السوري عارف انت حاطط حيجي يوم وترجع على بلدك، نعم بلدك منا محتلة. محتلة. هيدا الفرق، هيدا الفرق بين اللاجئ السوري واللاجئ الفلسطيني. اما بالمعاناة وبالوضع الصعب كلنا مثل بعض، بس المحفز للاجئ السوري انه انا حارجع، يوم حتخلص الحرب بسوريا حارجع، في مين نعم عم بيطالب فيه يرجعني على سوريا. اما اللاجئ الفلسطيني للاسف يعني بلدنا محتله، بدنا نسعى نحرر بلدنا وبعدين ان شاء الله بنكون بارض فلسطين. إن شاء الله. إبراهيم شو بتقلها كمان بدورك أنت لغادة؟ بقول لغادة نحن المعاناة وحدة، ونحن يمكن أكثر أشخاص بيحسوا ببعض كفلسطيني وسوري، فنحن عنا أمل بالرجعة. وبقول لغادة نحن سوريا، إذا الله أطعمنا رجعة على سوريا، فنحن بنرحب فيكم كفلسطينيين، وبنطالب إذا الله راد ورجعنا على سوريا، بنطالب إنه ينعطى المواطن الفلسطيني حقوق مثل المواطن السوري على حد سواء. فنحن حاسين بالمعاناة تبعهم وبنعرف وضعهم. نعم بالنسبة للمعيشة نحن وضعنا أسوأ شوي من الفلسطينية، بس بالنسبة لموضوع وطن الفلسطينية وضعهم صعب كتير. فأنا كسوري وهي كفلسطينية، إذا بدنا نقعد نحن ننطر العرب أو حدا أنه يرجعنا على بلادنا، فمستحيل هالشي راح يصير. فنحن بدنا نكون عم نتصرف وعم نشتغل على شيء لصالحنا ولصالح وطننا. نحن كسوريين بنحط سوريا وطن للفلسطينيين بشكل عام، لأنه الفلسطينيين كنا نحن متعايشين معهم ومتعايشين معنا، ونحن وياهم شيء واحد. نعم، إبراهيم شو حلمك اليوم كلاجئ؟ حلمي كلاجئ يمكن انه يكون شوي غير الشباب. انا حلمي كلاجئ مش اني بدي هاجر على اوروبا، ولا بدي اقامه هون بلبنان، ولا بدي اوراق ثبوتيه شرعيه 100%. انا حلمي اني ارجع على وطني، اني ارجع بلش اسس من اول وجديد، لو اني شيل خيمتي من هون وارجع دقه بارض بيتي ما عندي اي مشكله. فالانسان ما له غير وطنه بالنهايه. فقد ما كنا لاجئين وقد ما رحنا وقد ما اجينا وقد ما ضربنا، بالنهاية في وطن بده يضم الكل إذا الله راد، وراح يكون سوريا
للفلسطيني وللبناني لجميع الجنسيات العربية مع كل دول العالم. نحن بنبحث على السلام، لأنه بدون سلام ما في عيش. حتى بقلب بيتي ببحث عن السلام، نعم وبدون سلام مش راح نحن نقدر نعيش حياتنا، ولا غيرنا راح يقدر يعيش حياته. فالسلام هو أساس العيش. نحن أي حد بالعالم، نحن دعاة للسلام، نحن كسوريين دعاة للسلام. غادة، لنختم معكم اليوم، أنت كمان كلاجئة فلسطينية بلبنان، شو حلمك؟ حلمي هلأ قلق إبراهيم قبل شوي أنه مواطنين، حلمي يكون مواطنة مش لاجئة، أكيد بأرض الوطن. حلمي وصل صوتي للعالم كله، وصل صوت الفلسطيني والمعاناة اللي عم بيعانيها، وصل صورة حلوة عن اللاجئ الفلسطيني، أنه اللاجئ الفلسطيني أبداً منه عنصري، أبداً منه إرهابي. اللاجئ الفلسطيني عم بيسعى يحقق حلمه، يحقق شيء من حقه، حقه انه يعيش عيشة تليق فيه كأي انسان على وجه الارض. نعم. حلمه يرجع ارض الوطن، حلمه تتحرر ارضه وبلده، وحلمه انه الدول العربية، البلدان العربية مع فلسطين نعم. تتوحد. شكرا لكم غادة وابراهيم، وان شاء الله قريبا ببطل في يوم عالمي للاجئ، ببطل فيه ولا لاجئ محروم من الحياة ببلده وببيئته ومن أهله، وكل إنسان يقدر يعيش بوطنه وبكرامة، اللي هن الحقوق الأساسية لكل إنسان بحق له فيها. شكرا لكم.